الفريق ان الثنائي جيرالدو وهشام محمد انتظموا في التدريبات الجماعيه وبيتم تجهيزهم دلوقتي عشان يروحوا للمرحله اللي جايه في التعافي من الاصابه ويقدروا يكونوا جاهزين مع الفريق في المباريات القادمه. كمان اخبار رياضه قالت ان حارس الاوروغواياني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي ان هو يحفز اللعيبه قبل مواجهه وادي دجله عشان طبعا يواصلوا الاداء الجيد واللي ظهر جدا في مباراه مصر المقصه، وكمان عشان يستغلوا المباراه دي في الاستعداد لاعلى مستوى لبطل تنزانيا وتخطي الفريق الدجلاوي الصعب بقياده اليوناني تاكس جونس، بالاضافه طبعا للتاكيد على ان الفوز على مصر المقصه والاداء الجيد ما كانش مجرد صدفه. برضو الاخبار المسائي قالت ان الاوروغواياني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي قرر ان هو يحسم مساله المقعدين الشاغرين في القائمه الافريقيه لغايه اخر يوم، او هيسيبهم لحد اخر يوم وكده يحسم مين هم اللي هيتم قيدهم في المقعدين الافريقيين يوم 30 يناير، ورفض لاسارتي ان هو يتعجل في الموضوع ده، خصوصا طبعا انه ممكن يحصل اي مستجدات لا قدر الله، ممكن مثلا تحصل اصابات او غيرها من الامور الفنيه. اكد كمان محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي ان عدم قيد لاعب في القائمه الافريقيه مش معناه خالص الاستغناء عن خدماته، لان في لعيبه بيشاركوا في منافسات ثانيه زي طبعا الدوري المصري الممتاز وكاس مصر. وكمان قال محمد يوسف ان القايمه حطها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الاهلي وسجل فيها 23 لاعب، وبعد كده جه لاسارتي وسجل 5 اسامي، وبعد كده طبعا اتبقى مكانين في القايمه الافريقيه، وزي ما قلت لكم ان هو لاسارتي بيفضل انه يحسمها في اخر الوقت او لغايه اخر 30 يناير اللي احنا فيه. كمان